ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بادر مجموعة من المواطنين صباح يوم الأحد بإزالة الثلوج من طريق عمومي لإفساح الطريق أمام مستعمليها بمنطقة ولاد علي يوسف نواحي إقليم بولمان. وقال مصدر مطلع لموقع سيت أنفو إن مجموعة من المواطنين اضطروا صبيحة يوم الأحد لاستعمال مجهودهم الشخصي من أجل إزاحة الثلوج الكثيفة التي غمرت الطريق بسبب التساقطات الثلجية. وانتقد المواطنون غياب السلطات المعنية التي يجب أن تقوم مقام هما في تعبيد الطريق وفتحها في وجه المستعملين. يونس سير انت سير طلع معك دراري اش زيد يونس شحال معك دابا زيد واحد هاهم يلا ولكن اعطينا طاق شويه راك عيطولك الهبطه يلا اعطينا طاق طاف اش نقصك ادريس دابا عندك شنو عطيوه البالا ويونس اطلق شويه يلا سيف يلا يونس سيف نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.